السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة لغتي جنتي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بطلاب وطالبات الصف الأول الإعدادي. نحن اليوم على موعد مع درس جديد من دروس النحو، وهو بعنوان أفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أولا، الدرس بعنوان الأفعال المتعدية لمفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، وده بخلاف الأفعال المتعدية لمفعولين أصلهما المبتدأ والخبر اللي هي ظنة وأخواتها. إنما نحن اليوم مع أفعال تسمى أفعال العطاء والمنع. إذن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر هي أفعال العطاء والمنع. ما هي أفعال العطاء والمنع؟ أعطى، منح، كسى، ألبس، منع، وهب، كفى. احفظ هذه الأفعال جيدا. إذا جاني السؤال في الامتحان استخرج فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، أبحث عن أي فعل من هذه الأفعال، سواء كان الفعل أعطى أو منح أو كسى، ألبس، منع، وهب، كفى. مثال، أقول أعطى المعلم المتفوقين جائزة. أعرب معي هذه الجملة. أعطى فعل ماضي مبني، فالماضي مبني دائما، وهو هنا مبني على الفتح. من الذي أعطى؟ أنا أبحث هنا عن الفاعل، المعلم. إذن فالمعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه مرفوع بالضمة؟ لأن ده اسم مفرد. طيب أنا عايز أعرف فين المفعول، أسأل عنه سؤال بماذا. ماذا أعطى المعلم؟ أعطى المتفوقين. إذن فالمتفوقين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب لو أنا عايز أعرف فين المفعول الثاني، هسأل برضو سؤال بماذا. ماذا أعطى المعلم المتفوقين؟ إدهم إيه؟ أعطاهم جائزة. إذن فجائزة مفعول به سال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب ليه الأفعال دي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر؟ لو أنا حذفت الفعل أعطى والفاعل هيفضل عندي المتفوقين جائزة، جملة غير سوية غير منتظمة، إذن فهو ينصب فعلين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. مثال آخر، وهب الله الإنسان عقلا مفكرا. الفعل وهب من ضمن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما وهب إعرابها فعل ماضي مبني. من الذي وهب؟ الله. إذن الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد. الله وهب مين؟ وهب الإنسان. إذن الإنسان مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مفعول أول. طيب أنا عايز أعرف المفعول الثاني، ماذا وهب الله الإنسان؟ ربنا ادى الإنسان إيه؟ وهبه عقلا، عقلا مفعول به سال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب كلمة مفكرا تعرب نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب ليه هي نعت وليه مش مفعول ثاني؟ أولا نعت لأنها تطابقت مع المنعوت اللي هي كلمة عقل في أربع أشياء، الاثنين مفرد والاثنين منصوبين والاثنين مذكر والاثنين نكرة. وما نفعتش ليه مفعول ثاني؟ لأن لو الكلام وهب الله الإنسان مفكرا، يعني إيه وهب الله الإنسان مفكرا؟ أما لو قلنا وهب الله الإنسان عقلا فهكذا تستوي الجملة. لاحظ معي جيدا، منح المدير طلاب المدرسة جائزة التفوق. والجملة دي هنعرف فيها ان مش لازم المفعول الاول والمفعول الثاني يكونوا ورا بعض في الجملة. منح تعرب ايه؟ احسنتم، فعل ماضي مبني. من الذي منح؟ المدير. اذا فالمدير تعرب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لانه اسم مفرد. طيب المدير منح مين؟ ماذا منح؟ منح مين بالضبط؟ منح الطلاب. إذن طلاب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المدرسة، المدرسة تنفع هي مفعول ثاني؟ طبعا لا. ليه؟ لأن أنا عندي القاعدة نكرة ومعرفة، طلاب نكرة والمدرسة معرفة، إذن فالمدرسة تعرب أحسنتم
مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. طب فين المفعول الثاني؟ ماذا منح المدير طلاب المدرسة؟ منحهم إيه؟ منحهم جائزة. أحسنتم، فجائزة مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. طيب كلمة التفوق نفس الكلام، عندي نكرة زائد معرفة تدينا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. لاحظ معي إن هنا المفعول الأول من المفعول الثاني فصل بينهما بفاصل وهو المضاف إليه. مثال آخر، أقول يكسو الربيع أرض الشرق خضرة وجمالا. يكسو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه مرفوع؟ لأن الفعل لم يسبقه ناصب ولا جازم. من الذي يكسو؟ الربيع. الربيع فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم المفرد. طيب الربيع بيكسو مين؟ يكسو أرض الشرق. إذن أرض لوحدها مفعول أول منصوب وعلامة نصبه الفتح. الشرق أحسنتم، نكرة ومعرفة مضاف إليه. إذن فالشرق مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. فين المفعول الثاني؟ ماذا يكسو الربيع أرض الشرق؟ بيكسوها إيه؟ خضرة. إذن فخضرة مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. الواو، الواو هنا واو حرف عطف، أما جمالا فهي معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لاحظ معي هذه الجملة، امنع المسرف مالك. من ناحية الإعراب، امنع فعل أمر مبني، إذا عند الفعل الأمر والفعل الماضي دائما مبنيان، ما بياخدش أي علامة إعراب، لا يرفع ولا ينصب ولا يجزم. فين الفاعل؟ الفاعل دائما بعد الفعل الأمر بصيغة المفرد بيكون ضمير مستتر تقديره أنت. إذا فالفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، امنع أنت. أمنع مين؟ أمنع المسرف. إذا فالمسرف مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب أمنع المسرف إيه؟ ماذا أمنع المسرف؟ مالك. مال مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، فالضمير إذا اتصل بالاسم دائما يكون في محل جر مضاف إليه. هل لاحظ معي أن الفعل هنا بصيغة الأمر؟ يعني ينفع أن الأفعال المتعدية لاثنين مفعول تأتي بصيغة الماضي أو صيغة المضارع أو صيغة الأمر. يمنع البخيل أولاده المال. أعرب معي، يمنع أحسنتم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. من الذي يمنع؟ البخيل. حلو، البخيل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ليه مرفوع بالضمة؟ لأنه اسم مفرد. طب البخيل بيمنع مين؟ بيمنع أولاده. إذا فأولاده مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتح. أو أقول أولاد مفعول أول والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. طيب البخيل بيمنع أولاده من إيه؟ ماذا يمنع البخيل أولاده؟ يمنعهم المال. يبقى المال عندي مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب إيه الفرق بين هذه الجملة لما تأتي يمنع البخيل أولاده من المال؟ لاحظ الجملة الأولى كانت يمنع البخيل أولاده المال، هنا يمنع البخيل أولاده من المال. يمنع فعل مضارع كما هي مرفوع علامة رفعه الضمة، والبخيل أيضا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، وأولاده مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من المال جار ومجرور، من حرف جر والمال اسم مجرور. فين المفعول الثاني؟ وإن كانت مش عليك في الصف الأول الإعدادي إلا إني شبه الجملة في محل نصب مفعول به ثاني. لاحظ معي الفرق بين ظن وأخواتها ومنح وأخواتها. ظن وأخواتها تنصب مفعولين، ومنح وأخواتها أيضا تنصب مفعولين، لكن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أما منح وأخواتها فهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. طيب أخذ مثال،
ظن التلميذ الامتحان سهلا. ظن فعل ماضي والتلميذ فاعل، والامتحان مفعول به أول، وسهلا مفعول به ثاني. لو أنا حذفت ظن هيفضل عندي الامتحان سهل. الامتحان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وسهل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب بالنسبة للمنحة وأخواتها عندي مثال: وهب الله الإنسان عقلا. وهب فعل ماضي، والله لفظ الجلالة فاعل، والإنسان مفعول أول، وعقلا مفعول به ثاني. لو حذفنا الفعل وهب يتبقى عندي الإنسان عقل. هل تنفع جملة الإنسان عقل تكون جملة اسمية مبتدأ وخبر؟ طبعا لا. إذن ظن وأخواتها تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ومنح وأخواتها تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. لاحظ عندي أي فعل تتصل به هذه الضمائر اللي هي ناء الفاعلين أو الهاء أو الياء أو الكاف، اللي احنا بنختصرها في كلمة ناهيك، تعرب هذه الضمائر في محل نصب مفعول به. مثال: أعطانا الله رزقا وفيرا. أعطى فعل ماضي مبني. من الذي أعطى؟ الله. إذن فالله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب الله أعطى مين؟ أعطانا نحن. طب فين كلمة نحن اللي هي ناء الفاعلين؟ إذن فناء الفاعلين ضمير مبني في محل نصب مفعول أول. طب ماذا أعطانا الله؟ أعطانا رزقا. رزقا مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتح. أما كلمة وفيرا فهي نعت لكلمة رزقا منصوبة وعلامة نصبها الفتحة. مثال آخر: وبهذا أعزائي الطالب نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو حتى تعم الفائدة. وإذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.